أهلا بكم من جديد. صباح الخير لكل المشاهدين لكل المشاهدات. لم يعد يخفى على أحد أنه موضوع التدخين يؤثر ويزيد من نسبة إصابة الإنسان بشتى أشكال الأمراض. يعني إحنا بنستضيف أساتذة وبروفيسورز وأطباء في كافة التخصصات بيقولوا لنا أنه عشان نحمي حالنا من أي مرض يجب علينا أن نتوقف عن التدخين أو يجب علينا أن لا ندخن. الأمر مرتبط بالكثير من الأمراض ومرتبط بأمراض القلب تحديداً بشكل كتير كبير. هذا الصباح من باب تكرار المعلومة والتحذير، ومن باب أيضاً إدراج معلومات جديدة في هذا الموضوع من خلال طبعاً طبيبنا المعروف الدكتور فخري العكور، وهو رئيس قسم القلب في مستشفى البشير. من حييك يا دكتور وأهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً، صباح الخير. صباح الخير، شكراً على الاستضافة في برنامجكم الرائع دائماً. مليون مرحبا، اهلا وسهلا يا دكتور. يعني هي خلص صارت معروفه، يعني اي طبيب سواء كان طبيب عيون، سكري، اطفال، اي شيء بقول لك التدخين مرتبط بزياده المرض او بالاصابه حتى بالمرض. ماذا عن امراض القلب دكتور فخري؟ بالفعل يعني موضوع التدخين موضوع قديم جديد ونحكى فيه كثير، ويعني ندوات ونشرات وجمعيات مكافحه التدخين وقوانين وزاره الصحه، وللأسف يعني مدخنين موجودين. لكن احنا يعني مش عم نتعب ومنضل نأكد انه التدخين هو رقم واحد في إصابة أمراض القلب، تسبب بأمراض القلب وخاصة الشرايين التاجية. يعني تصلب الشرايين التاجية وجلطات القلب من أسبابها الأولى هي التدخين. لأنه بتعرفي التدخين هو نيكوتين وهو قطران وهو مواد سامة كثيرة، فبالتالي يتربع على المرتبة الأولى في الأسباب، أسباب الإصابة بأمراض القلب. بالفعل. هل الموضوع له علاقة؟ يعني تعرف في ناس بقول لك أنا لما بتحرك شوي بطلع درج بنزل درج بحس في ثقل مثلا. صحيح. هل هذا الموضوع مرتبط أيضا بعضلة القلب؟ هل بتصير أدائها كمضخة للدم؟ صحيح. أقل فعالية وأقل مزبوط. جودة؟ صحيح. يعني هو اللي بحدث انه النيكوتين بيعمل على تصلب الشرايين التاجية وانسدادها. ولما تصاب العضلة بانسداد شرايينها المغذية لها والتي تمونها بالاكسجين والدم والجلوكوز يحصل نقص تروية على العضلة نفسها. فمع الزمن اذا اصيب القلب بانسداد يعني كامل للشرايين قد تحصل الجلطة القلبية وهو موت جزئي لعضلة القلب، أو جزء من القلب يصبح غير قادر على أن يضخ الدم، فبالتالي يصبح القلب مصابا باعتلال القلب بسموه كارديوميوباثي، كأداء للعضلة نفسها. يعني تقل كفاءة العضلة، بدل ما يكون مثلا نسبة كفاءتها مثلا 60% أو عند الأطفال 70%، عند البالغين من 50% إلى 60%، عند المدخنين بصير 40-30%. بس طبعا اللي أصيبوا بتصلب شرايين. فإحنا منقول للمدخنين قبل ما تصير هيك العضلة فاقلعوا عن التدخين ولو بالطريقة التدريجية حتى نحافظ على كفاءة العضلة. لأنه كما تفضلتي إذا أصيبت العضلة باعتلال يشعر الإنسان بضيق النفس، من أي جهد بتعب يصبح غير قادر على عمله وقد يترك عمله إذا كان في جهد. طبعا حياته الاجتماعية كلها بتتأثر، وبالتالي يعني يصبح عضو غير فعال بالمجتمع. بالتأكيد. أنتوا كأطباء قلب أنا متأكدة أنه هاي من أكبر المشاكل اللي بتعانوا منها، وإحنا حتى بحياتنا العادية بنسمع عمل عملية قلب وحط شبكية وما بعرف من هالقصص اللي أنتوا بتعرفوها. صحيح. ورجع يدخن، بتكونوا أنتوا قايلين له أنه رجاء من الممنوعات والمحظورات حتى صحيح. آخر عمرك أنك أنت ما تصيب ولا تشعل أي سيجارة. مزبوط. يعني ملاحظاتكم بعد هالخبرة الطويلة دكتور فخري، انت يعني على رأس قسم القلب في مستشفى البشير، ليش منتاليتي الناس ما عم تقدر تستوعب انه التدخين لهذه الدرجة ممكن انه يودي بحياته؟ هل احنا شعب عندنا نزعة انتحارية؟ لا، احنا حابين نموت. احنا شعب عنيد
عنيد. يعني شوفي احنا ولا يؤمن كثيرا بالابحاث العلميه. يعني احنا اول شيء حاولنا عن طريق العلم ما زبطش، ترجينا الاخوان بدائره الافتاء صح طلعوا قالوا حرام 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 وكمان ما حدا رد. لكن في هناك عامل كثير انا لاحظت انه بيستجيبوا للناس الخوف. يعني اذا خاف الانسان او اصيب للاسف بجلطه قلبيه، انا عندي بالسي سي يو جزء كبير من المصابين بقلعوا بسبب الخوف. فاحنا بدناش انه ننتظر عبين ما ننصاب بالجلطه لا سمح الله ونخاف بعدين نقلع. احنا يفضل انه نحافظ على قلب سليم وعضله قلب قويه ونقلع عن التدخين في الوقت المناسب. نعم. فبالتالي يعني احنا بنحط شبكات بتكلف الاف الدنانير وامرار بدفعها المريض من جيبته اذا كان غير مؤمن. فحرام انه كل هالالاف وكل هاي تروح سدى. والشبكات من اول شهر اذا ظل الانسان يدخن بتسكر الشبكات اوف لهالدرجه. فبضطر الطبيب القلب يحوله على جراحه القلب. نعم. لعمل جراحه اوبن هارت او القلب المفتوح. وهي طبعا عملية صعبة وبعدين بيصير يعني كفاءة الإنسان في المجتمع بتقل بعد القلب المفتوح. ومن أول ما يجي عليكم المريض وحتى منه هو بعمر الشباب بلشوا تحذروا، للأسف مرات زي ما أنت قلت في بعض صحيح. يعني في نوع من أشكال العناد شوية إنه لا مش حيصير إشي إلا لما لا سمح الله يوقع الفاس بالراس زي ما بيحكوا يعني ويتعب المريض بشكل كبير صحيح. يعني نصائحك دكتور للمدخنين، أهم نصيحة هل أكيد الإقلاع يعني عن التدخين، بس أنتوا كأطباء كمان شو النصيحة المثلى اللي بتعطوها لمرضاكم حتى يقدروا يقلعوا عن التدخين؟ التدخين إدمان كمان، والله في ناس حابين كتير ومن كل قلبهم أنهم يتركوا التدخين. والله مزبوط. وما عم بيقدروا يتركوا لا بنقدر نساعدهم. يعني الموضوع مش دلع مرات. صحيح صحيح. بس احنا يعني دائما جاهزين أنه نعطي الإرشادات والمساعدات الفعلية. يعني الإقلاع زي ما تفضلتي هو في إدمان بسيط بسموه مايلد أدكشن، لكن ليس إدمان مخدرات أو مش صعب وليس بحاجة لإدخال لمستشفى. أنا حبيتها هاي مايلد أدكشن، هذا إدمان خفيف. يعني بالزبط. اللي حاطط براسه أنه أنا مدمن على التدخين لا. يطلع هالفكرة من راسه على الأقل. هذا إدمان بسيط ليس كإدمان المخدرات. خير دليل على ذلك برمضان كثير ناس بيصوموا بيقدروا 16 ساعة وبصيرش عندهم شيء، شوية نرفزة بنعطيهم مهدئات، شوية صداع بنعطيهم بنادول باراسيتامول. يعني يعني في حلول، وفي عندنا كمان حلول اللصقات على الكتف، وفي بعض العلكه، وفي حبوب، وفي جلسات. يعني اللي عنده اراده صدقي ولا اسهل منها. احنا بنعرف مرضى كانوا دخنوا باكيتين وثلاث واقلعوا من مرضانا يعني بكل سهوله. وبدناش اياهم كمان يتحولوا لشيء اسمه سيجاره الكترونيه او اراجيل. رايك فيها صحيح؟ لا ابدا. يعني هاي احنا يعني حبيت انا اتطرق للموضوع لانه هلا في ناس بيروجوا انه بدك تقلع عن التدخين تفضل. سيجارة إلكترونية لا أبدا، هي عبارة عن محاليل فيها نيكوتين. أيوة. ما يعني ما استفدنا شيء. وفيها مواد كمان زي الكحول الإيثيلي، في مادة اسمها بروبانيل يعني جليكول، مادة كمان سامة كيماوية لما بتتبخر بتدخل لجسم الإنسان أيضا تؤثر على شرايين القلب، وايضا كما تفضلتي قد تكون مسرطنه. عداك عن انه حتى سمعنا في تقارير انه مرات البطاريه مثلا بتصير سخنه وتنفجر وجه السيجاره. يعني قنبله موقوته. قنبله موقوته والله، وصارت يعني باكثر من مكان بالعالم. منظمه الصحه العالميه يعني صرحت عده مرات انه هاي ضاره وغير يعني مسموح بها، و يعني شركات بالاخر بدها تبيع وعم بيروجوا مواقع الكترونيه رجاء لا تستمعوا للدعايات انها غير ضاره. وانه في امرار بكتبوا انه منظمه الصحه يعني سمحت بها وهي غلط. تمام. نفتوا منظمه الصحه العالميه. اوكي اوكي. ما في داعي كمان نذكر انه الارجيله ايضا ليست البديل الرائع، ولا السيجار ولا الغليون يعني ولا الافعى. هاي انا يعني يا ريت انه الناس يعرفوا انه 6 مرات خطورتها اكثر من، حتى في دراسه جديده بينت انه دخان الارجيله في كميه بسيطه من اليورانيوم المشع، تصوري 125 نانو جرام يورانيوم مشع،
يعني عبارة عن مفاعل نووي. شو الأرقام اللي ممكن تعطينا إياها حول المدخنين في الأردن؟ يعني والله إحنا نسبة شو ترتيبنا بين الدول العربية على الأقل؟ والله بجوز نمبر 3 أو إشي زي هيك، بس إحنا يعني نسبة البالغين تجاوز تقريبا 60% 55. نعم. حتى هاي معضلة اللي بده يقلع عن التدخين، بقول لك أنا وين ما أروح عم بلاقي ناس بتدخن، يعني حتى الموضوع مؤرق للي بدهم يبطلوا، لأنه وين ما هو بدنا تفعيل لقوانين وزارة الصحة. صحيح. ويكون في يعني بالفعل يعني نظام حازم ومخالفات وإجبار الكوفي شوبات على بعض. وإنتوا كأطباء أكثر ناس شفتوا معاناة المدخنين. صحيح. بعدين أنا بدخنش يعني. هاي نصيحة للأطباء اللي بدخنوا. للأطباء. إنه بصيرش الطبيب يدخن. نعم. لأنه يعني الطبيب زي الإمام. أكيد. إذا كان يجب أن يكون قدوة حسنة. الله يسعدكم دكتور فخري، أنا بدي أشكر كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها هذا الصباح. إن شاء الله يا ربي يعني هذا الموضوع خلص نخلص منه، بتصيروا أنتوا أطباء فرحين بقلوب المرضى تبعونكم أكثر. شكرا جزيلا دكتور فخري العكور، رئيس قسم القلب في المستشفى البشير. وإحنا مباشرة أعزائي رح نروح لفاصل قصير جدا، وبعده بنرجع لكم لكمل فقراتنا.